بسم الله الرحمن الرحيم، ومعكم أبو الحسن عبد الله من قناة مصادر الحياة. والنهاردة بنلقي عليكم قصيدة أو بعض أشعار لي كتبتها بالأمس. هذه الأشعار سميتها كلام في الحب والغرام و الحرمان. تقول الكلمات: لا يهمني اسم أو رسم أو عنوان، لا يهمني اسم أو رسم أو عنوان، لا يهمني شكل جميل أو هندام، لا يهمني شكل جميل أو هندام، لا يهمني كم معك من المال أو الصولجان، لا يهمني كم معك من المال أو الصولجان، لا يهمني تحتسي الشاي في كوب أو فنجان، لا يهمني تحتسي الشاي في كوب أو فنجان، أريد قلبا نابضا، أريد قلبا نابضا بالحب ملآن، أريد يدا حانية، أريد يدا حانية كيد أم على طفل نعسان، أريد يدا حانية كيد أم على طفل النعسان، أريد كلمة كالبلسم، أريد كلمة كالبلسم على جرح النسفان، أريد بسمة رضا، أريد بسمة رضا كالماء يروي العطشان، أريد روحا لا جسدا بلا إنسان، أريد بسمة رضا كالماء يروي العطشان، أريد روحا لا جسدا بلا إنسان، فإن كنت كذلك فأنا لك مخلص والهان، وإلا فلتذهبي، فلتذهبي أنت وأمثالك إلى الحرمان، فإن كنت كذلك فأنا لك مخلص والهان، وإلا فلتذهبي أنت وأمثالك إلى الحرمان، حرمان من حبي وعشقي ومشاعر الإنسان، حرمان من حبي وعشقي ومشاعر الإنسان، فأنا لا أمنح حبي لجسد بلا روح، فأنا لا أمنح حبي لجسد بلا روح أو صنم من حجر صوان. أرجو أن تكون هذه القصيدة قد أعجبتكم، وإن نلتقي إن شاء الله تعالى في موضوع آخر على قناتكم مصادر الحياة. أستودعكم الله وأترككم في حب وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.